بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن البرق في الأرقام. في كل ثانية هناك 100 ومضة برق في جو الكرة الأرضية. أيضا في كل يوم هناك أكثر من 8 مليون ومضة برق في العالم. أيضا يقتل البرق كل عام 100 شخص في أمريكا. أيضا تبلغ درجة حرارة داخل هذا الشعاع البرق 30,000 درجة مئوية، أي 5 أضعاف حرارة سطح الشمس. أيضا التوتر الكهربائي 1000 مليون فولت، التيار الكهربائي أيضا 200,000 أمبير، والله أعلم.